ايوه نحمسهم بقى اه يعني على الطبلة والسقفة، اه على الطبلة والسقف. نركبينو دالديلينو، نركبينو وندلدلينو. الله عليك يا سيدي. مين الواد اللي لعب الشير؟ حلو قوي، شوف عمل له ازاي. دي ب 6 مليون دي. البلوت، انا بحب البلوت قوي. اوفسايد يا حاج. ايه حكم؟ طبعا يعني ايه مدافعين ولا ايه؟ ذمتك دي فرقه تكسب كده؟ دي فرقه بنحمسهم يا راجل. نزل كل مليون في الشنطه لوحده. انا عليا الطلاق لو ريكو. طلع نفسي حتى ماركت لا ايه فضل. في حلقة جديدة من حلقات الكارير مود، والحلقة 47، حيث اليوم المباريات غير عادية. الفلوس خلصت إلى حد ما وهنرجع لها في يناير، ولكن الماتشات نار نار. فاليوم ديربي مانشستر، ومش ديربي مانشستر واحد بل اتنين في الحلقة. واحد هنفتتح بيه وواحد هنختم بيه الحلقة. أما في النص فصراعات مع إيفرتون في الدوري وهيرتا برلين في دوري الأبطال. حلقة نارية عايزة دبل لايكات زي ما في دبل ديربي النهاردة. حلقة هنشوف فيها الموريسيو هيكمل بعد مركبنا الدوري ودلدلينو، هنشوف ايه اللي هيحصل ونشوف امتى هنخسر اول مبارياتنا اللي ان شاء الله عمرها ما تيجي. اعمل لايكات، اشترك معنا في القناة لو كنت لسه مش لعيب. عايزين نوصل يا جماعة 250,000 لعيب في اسرع وقت ممكن. تابعنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي ويلا نديها فيفا تديك تراوح. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شهر سبتمبر زي ما انتم شايفين، انتصارات انتصارات في سبتمبر الحمد لله. اليوم مانشستر يونايتد، ايفرتون، هيرتا برلين، محمد صلاح، احمد خداتي، وهناخد كمان من شهر اكتوبر مانشستر عشان تبقى الحلقه القادمه مولعه فيها دوري انجليزي وفيها تشامبيونز ليج عشان نحسم التاهل بدري بدري. ولكن معلش بس سؤال، ايه عشان نحسم؟ مين نحسم ده؟ بص يا عمر، احنا ماشيين كويس صح؟ الحمد لله كسبنا ليفربول صح يا عم حسي؟ الدنيا الكيمياء ابتدت تبان، ابتدينا نخرس الالسن. مين نحسم؟ نحسم ده قريب حاسي. الله يا ابن اللعيبه. خلاص يا سيدي، انت ليك قرايب بقى في مالكش دعوه بقى. اوكي، المهم ان عندنا ديربي مانشستر، وده يا جماعه غير ليفربول. ليفربول كان دوري وبتاع، ولكن الماتش ده يفرق مع الجمهور. ده ديربي، الجمهور عايزينه يغني على طول يقول اولويز ووك ويز موريسيو. عايزينه يرجع يحبنا بقى، عايزينه يرجع يثق فينا الجمهور بقى برغم الانتصارات. ولكن بيقولوا لي ما انت معاك لعيبه، احنا عايزين نكسب بالخمسه حق. وبالسته. عندهم حق، عندهم حق. انت معانا ولا معاهم؟ ايه ما انت جبت لعيبه. جبت لعيبه يبقى عندهم حق برضو. ما هو بما هو الجالاكتيكوس عملوا ايه؟ لا اله الا الله. عملوا ايه؟ جوارديولا عمل ايه لما صرف مليار؟ انا مش عايز ايه اقعد ازل الناس، ولكن خلينا في موضوعنا. النهارده هنلعب بالتيم الاحتياطي او تيم 2، لان هو مش احتياطي، عيب نقول على اللعيبه دول كده اصلا. لذلك الخطه كالاتي: خيسوس، محرز، قائد الفريق توريس شماله، برناردو سيلفا ولورينتي في نص الملعب، رودري في وراهم على طول، انخيلينو وكانسيلو، ساندر ودياز. رد على الشيخ منصور. ده شيخ منصور بيتكلم. وإيدرسون في حراسة المرمى. حبيبي خلاص يا عم استنى، خلاص كرباو بقى ما تكبرش الدنيا. في لكاس الحليب، اهلا بيكو، اهلا بيكو كامل الدسم اعزائي الحلبيين كلهم. بعد اذنك خمسة، انا لسه ما بدأتش الاسئلة. الحقيقة انا عايز اتكلم بدون اسئلة. ده فيرست كويستشن از تفضل. هاي ماري سيري مارك فروم سكاي سبورتس. هاي مارك. Mark, we've seen or you. Tony or Mark? Okay, Tony. My name is Mark. Your friend is Tony. Okay, continue. All right. We've seen the fixtures. We've seen the score sheet. We've seen that you do not have Haaland or Mbappe in the match. Yes. Are you taking this a little bit too lightly? Because we see your performance isn't that great in the season. هو عايز يقول لك انك ما شاء الله ابيض خالص وان التشكيله ما فيهاش لا مبابي ولا هالاند. وده ان دل يدل على ان انت مدرب لا تملك، يدل على الثقه ويدل على كونفيدنس. ايوه، ويدل على الثقه في لعيبتي اللي بتلعب على الدكه، لانهم مش عايز اقول واحرج المدربين الثانيه يا مارك، واقول ان ده لو دول لعبوا في الدوري هيكسبوا الدوري من غير ما انزل هالاند ومبابي. اي ثينك يو اندرستاند وات هي سيد.
Oh, thank you very much. Thank you حبيب قلبي. Thank you. تفضل يا باشا لو عندك حاجة تانية في الآخر عايز أقول إن إحنا نثق في نفسنا. بطولة صغيرة, بطولة لا تسوى شيء, مليم عالضيق يعني. بندفع أجر البطولة دي, المكافأة بتاعتها لساكة في الأسبوع. ولكن إحنا عايزين نكسب, هو طمع, هو عايزين نحقق السداسية السنة دي. فأظن إن الطريق يبدأ. ده وقار مؤتمر الصحفي يا أساتذة, شكرا ليكم جدا. فخس على اللي خلاك مراسل. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد سيميليشن. شوف نقعد كده, اعتبر السيميليشن هو قعدتي على البنش. ماتش كاس يعني, مش محتاجين نبسل فيه مجهود قوي. بالظبط نبسل فيه. ادي بص مانشستر بقى عامله ازاي, خلي بالك. جريزمان وجوميز اثنين دول خطير يعني. بص باشا على نفسهم. باليستري وفان دي بيك ابتدى يلعب. ما يعرفوش ان مانشستر ازبلوه ولا ايه. معاهم كوناتي وطاف الدفاع. حط يالا, ارفع يالا. حلو اللعب, حلو. احنا ماسكين كوره, ماسكين كوره, وده جميل. ماسكين كوره تحت في الحته دي. حلو حلو, شغالين, بنحتوي المنطقه وبعد كده هنضرب في السخان من ورا. بص المرتدات بقى, اللي انا خايف منها. راشفورد بقى وجريزمان بقى والليله السودا دي. امسك نفسك يا علا, ودي في السخان من ورا. هو ودى فعلا. شوف انا لسه بقول ايه. هو الانفينسيبلز دي في الدوري بس؟ لا لا, في الدوري بس. ده كاس حليب, ملناش دعوه بيه خالص يعني. خسرنا عادي. ده احنا بنلعبكم بساندلر يالا. ساندلر انشف كده. بعدين اول ديربي كده هناخده على وشنا. مش الجمهور هيقلب علينا. محدش بياكلها بالسهل. اليخاندرو كوميس. ايه ده خوميس؟ ايه ده حبيبي؟ يلا يا جماعه, اهو اهو الجون, اهو جاي 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 اهو جاي جاي. اقسم بالله الرابط, الرابط لسه فيها, يلا شباب, ها هات يلا, هات يا كنز, هات يا كنز, هات يا كنز. الواد ده حلو, وجامد قوي. شفت الباك رايت العصري ده؟ شفت كان فين؟ لا جوه. دي بقى عشان تقول لي انت بتعمل ايه امبارح في التمرين. كانسيلو بتلعبه مهاجم ليه؟ عرفت ليه؟ عرفت ان التحنيكات دي ليها اسباب انت لا تعلم عنها شيء. يا اخي نفسي اشوفك يا اخي بتتعلم يا اخي. تضحك ما انا مش لحاجة ولا محروم. اتفضلوا يا اساتذه, اتفضلوا في ارض مانشستر. يلا بينا يا جماعه, احنا زي ما احنا نفس واثق فيكم. مانشستر مش هتجيب التاني. لا احنا صعب يدخل فينا واحد اصلا. واحنا ودخل. لو تعادلنا يبقى الموقف. لو تعادلنا عادي هنخش اكسترا ولا في. بقول لك انا مش بتعادل يلا ولا في ماتش تاني. انا باخد فلوسي حلال وبكسب بيها بس. هنكسب وهنكسب. اديهم كده ايه, روح ايجابيه. دي جاله التدريب, مش عاوزها. تدي روح ايجابيه. هنكسب. ايوه هنكسب. ودي هنكسب. ده كده انت بتردح لهم. وهنجيب جول. ايوه يا مساعد. ايوه كده. أيوة. ركز بقى. ركز بقى, ما تاخدش كاس الحليب ان احنا بنهرج والله عشان اللعيبه ما تاخدش مننا. اديهم, بقول لك روح ايجابيه. لماذا سمي هذا الكاس بكاس الحليب؟ لان الحلب فيه كتير واصابات. فاللي هو انت بتاخد تحليبه. تحليبه بقى وتديه زبادي في لبن عشان يقوى تاني. فيلم كبير. ما اللي هو ما ايوه. ده انت طلعت مثقف, خلي بالك يا ابني. انا مدرب, مش عارف انت جايب العلام ده منين والله. عمر بص, انا شفتك على فكره في الحلقه بتاعت عبد الحميد. لا ما بحبش الكلام. لما اتكلمت على الخامه بتاعت الجاكيت, بيبقى خامه الخرتيت بحيث تدي القوه والسرعه لان الخرتيت سريع. لا دي فعلا معلوماتك كانت حاضره جدا. ولا هلا هلا امبابو تعال. اوعى وشك, سيبني بقى عشان اقف على الخط عشان انت عمال ترغي والماتش بيروح مننا. اتفضل. سخن لي امبابو وهالاند وفودن. ما يعديش رودري. عدى. ايه ده؟ صح يا ساندلر. هات 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 الوحوش, هات الوحوش. انا هوريكم, انا عليا الطلاق لاوريكم. يلا وحوش, نزل فلوسي كلها في شنط, نزل كل مليون في شنطه لوحده. يلا ادي اهو 160 مليون, ادي 150 مليون, وادي 135 مليون. ده الغلبان اللي فيهم. نزلنا كده 500 مليون. طلع بقى, طلع بكام ده؟ رودري هو بيتاكل بس. رودري ما ينفعش انزل تبديل رابع لكيسي؟ ما ندفعش فيها فلوس دي؟ بتدخل قانوني يفتك الكرة في 13. برناردو. ما جاش ما عمال تقول ليه؟ ما جاش عشان انت من ساعة ما نزلت ارض الملعب
ابتديت تقف على الخط وانا شايف الدنيا مغمقه. اهدى بس اهدى بس اهدى وثقف في مدربك. حلوه ودي يما بو يما بو يما بو يما بو يما بو يما بو الفلوس الفلوس انا بحب الفلوس قوي احب الفلوس قوي 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 قوي. شفت يا That's it. كنت بتقول حاجه يا مساعد مدرب عره كنت بتقول حاجه كنت بتقول حاجه ايوه ايوه لما سكت وكتم وعارف ان المدرب الكبير لما يقف على الخط يبقى ليه استراتيجيه كل مره بيصغر قدامي ويتحرج ويسكت. سامع دلوقتي ولا كبير ولا حاجه. امبابو امبابو شوف الواد وثقته. فلوس نزلت جابت فلوس على ارض مانشستر دي على ارض الاولد ترافورد اول ديربي يا بلد. اول ديربي بتغييراتي بذكائي بتحنيكاتي. هارد لك يلا يا جماعه يلا مانشستر قولوا بقى الديربيات مانشستر دي سلام لان الموريسيو جه خلاص عصر البلو وصل. هارد لك شوف يا مبابي لو عايز يجي ده مين ده هاته يلا هات لو صاحبك هات هنشتريه في يناير. سلام عليكم يا موريسيو. ايه ده واضح انك اقتحمت عليك خلاص ماشي انا هسيب انا هسيبكم دلوقتي ها. صبح 3 2 في 3 يا موريسيو حبيبي حبيبي انا مبسوط عشان الانتصار طبعا. يعني والله شفتي انا عملت ايه النهارده تشيك تشيك في مخي. انا عبقري انا الذكاء والتحنيك يا رشا. ده المدرب الكبير مبهور انت بيه. قولي لي يعني انا عايز اسمع منك اكتر يعني عايزه تشوفي ازاي غيرت كل ده كان متحضر كل ده كان محسوب. انتقدوني كتير في المؤتمر وكسبت اول ديربي رش ومش هيكون اخر ديربي وبقوا جمهور السيتي دايما بده والحمد لله. يعني اديني دوست على كلوب وادي سولشاير نشوف مين تاني. انا بكره بقى في المكاسب وكده الناس اللي بتيجي بقى تستغل ان احنا فرحانين وتخش لي المكتب. مين ده بلا فيرسا ده معانا في الفريق حبيبي ده معانا بيقول لك يعني يعني اتمنى الدنيا تتغير في في اللي جاي عايز يلعب يعني العب يعني ما انت مش بتتمرن وكده لا يعني مش تاخد فلوسك في اي مشاكل عندك في الفاينانشال ايشوز مفيش يبقى تخرس احنا هنا مفيش حد بيتكلم عايز يلعب ولا لا تاخد فلوسك وتسكت تلعب فين. انا عندي كيسي وعندي زكريا وعندي دي بروين تلعب فين يا بلا فيرسا وقعد بقول لك يا بلا فيرسا وقعد بقى توه في الملعب نسيت رودري كمان لا ورودري من كتر صحيح صحيح كمان رودري ده بيلعب يا راجل بس دونت اوفر رياكت ما تبقاش اوفر يا بلا فيرسا ما تبقاش اوفر. ها حكيمي ايه 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 هاي إيه جعفر دي مش عارف بيشتمني ولا ايه جعفر دي يلا انت هتساعدني احنا إيه عشان عرب مع بعضينا لا بيقولك بيقولك انا شايفك فرستريتد يعني متردد هو اللي فرستريتد في حد متردد هو يا ابني اللي فرستريتد عشان مش ما انت اللي متردد لا هو اللي انت متضايق يعني متضايق ما تلفش وتدور يا حكيمي حوالين عايز تلعب قول انا عايز العب ما تقعدش بقى تقول لي فرستريتد ومش هي السيطره بدات بهاي جعفر ما تخافش بص انت هتلعب هتلعب انت كده كده كويس احنا بنبقى حبيبي انت مش في ايطاليا في كاراباو اف اي وتشام لا ايه ده ايه ده هتلعب وكله هيبقى زي الفل. نرجع لمرجوعنا وافكركم بشكل الدوري اللي شام ريحتي الارسنال بقى في المركز الثاني عم عمر عم حاسي لندن وايتريد خالص. انا جيت طفيت كل المدن بالبلو الاحمر سطع في انجلترا في لندن بقى ايوه فاهم ازاي أيوة. فيعني بينافسونا كده احنا ضمننا الدوري بشكل كبير لو ارسنال المنافس يعني حاجه جميله جدا ولكن ارجوك ما تستهترش بالخصم ايفرتون في الجودسو وده ماتش مش حلو ليه لانهم احنا الاثنين بنلبس ازرق فهنا الكلاش يجي هنا ايه الكلاش ادي تشكيله ونرجع لمرجوعنا بقى الفلوس كلها بقى التشكيل الاساسي انتوا عارفينه مش محتاجين نقوله قدامكم على الشاشه هم البيست 11 اقوى 11 لاعب في العالم عايز افترس الجودسون بارك عايز اكلهم من وشهم. نبيل بعد اذنك بس عشان المدلك بيشرب سجاير كتير وعمال يكحكح بره المدلك اصل هو المدلك الصحي بس هو نفسه يعني هو بيهتم بصحه اللعيبه ولكن هو صحته ما تهمناش ما تسيبه الكحكح لما يقع هو نجيب مدلك غيره يعني هو اهم مدلك في العالم عادي انت عارف المدلك ما تركزش عارف المدلك ده مين اللي جايبه مين حاسي حاسي اللي جايبه صاحبه المدلك ده واقف علينا كده
كام المدلك ده؟ 52000 يورو في الاسبوع. بس بيدلك حلو. انا دلك لي امبارح ظهري خلاني واقف كده. اه انت ما بتدلكش يا عم. ايه ده مشغول انت عشان بخيل؟ ايه هفكره ياخد منك فلوس اكسترا؟ لا اه والله انا انا عارف الراجل ده جاي لعيبه. بس استنى نشوف تشكيله ايفرتون بقى. لونين اه لا لونين ده امبابو اه لا امبابو الفيك امبابو وروبرتو سيبايوس وبيزي روبرتو روبيوبي روبرتو سيرجيو روبرتو. ايوه لا ده فريق جميل. هم 17 على الدوري النهارده. لو ما كسبناش 3 ايه يبقى احنا بنهرب. 7 ايه 3 دي 7 اه. انت لا موين فلوس دي كلها معاك عايز تكسب 3 صح. روح بلغ الاداره روح اشتكينا. والله العظيم ما هيفقرنا غير اللي بتلعبوا ليفت باك ده. والله ما هيفقرنا غيره. صح 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 صح. لما جه والاجوان مفيش وحدش حاجه. الاجوان ايه ما عملش حاجه اصلا. بس يلا اسكونيا شوف الكره رهبت الواد بيرهب صح امبابو قوي صح امبابو قوي. لعب يا جماعه جماعه احنا نجوم. ولكن معلش امبابو هو امبابو برده ايه ابتدى يظهر ولكن ما نضغطش عليه. ما تيجي نبيعه نبيعه احنا. انا بيعك انت لو ما بيعش امبابو ونكسب فيه. صح اشرف صح اشرف. شوف عمل له ازاي دي ب 6 مليون دي. يا رب يا رب يلا ديب. يا رب يا رب. ما هو انت ما كسفك على طول طبعا. انت على فكرة متآمر صدقني. انت متآمر. ادي دي بروين. ادي دي بروين اللي مصمم عليه. تمام لا تمام يا دي بروين. ان شاء الله ان شاء الله مسيرك تتوقف زي ما توقفت كده في الميلان. ايوه وهتشوف دي بروين هينفجر تحت قيادته ازاي. تحت قيادتك بقى هتلاقيه بيبدع. هتشوف او بيسرع. هتشوف. يبقى انتوا الاثنين نصابين وهمشيه برضه. هتشوف. يبقى ما كانش بيحبني بقى. يبقى تروح تدربه في فريقك يا باشا. هنتفرج ونشوف. انت ان شاء الله مسيرك تتوقف. ياح ياح عادي عادي. رامين ما تشتريه ده نودي اسيا ولا حاجه. هلا ساكونيا. إيه سيبايوس بقيت فنان يا سيبايوس. بقيت خلاص مايسترو. اه الواد ده لعيب. اه ده انت حريف بقى. انت انبسطت بقى بالجون بقى وبيعمل لي كده اهو. ماشي يا جماعه مين ده يعني؟ مين ده في الدنيا يعني؟ لا ده فريق جميل. هم 17 على الدوري. وانت بتسقف على ايه؟ لاني مقهور من تعاملك مع دي بروين. ايفرتون واحد بس. عاش قوي يا رجاله. ادي ادي الكاميرات اهي. يا ريت الكاميرات. ادي الناس اللي بتاخد فلوس اهي. فساد اهو. ادي الفساد زي ما احنا شايفين. العب يالا. فوق المليار يورو مصروف على الفرقه وخسران للشوط الاول. يا اخي تيلا يا اخي تيلا. هو امثالك كده اللي مش فاهمين كوره اما بيقولوا كده. اثبت العكس في الملعب. تعرف تعمل ليموناتا؟ ادي دي بروين. تعال لي بقى. انت عايز تفشل. تعال لي بقى. انت عايز تفشل. تعال لي دي بروين. عارف نفسك بره على طول كده. يلا حبيبي. في حاجه ولا انا بديهم نظرات مش عايز اتكلم دلوقتي. لا دي احداد ولا في حد في دي احداد. اتفرج بقى على الفريق. اتفرج بقى. المفروض ننزل بقى بدل دي بروين في نص الملعب وانت منزل بقى كانسيلو واشرف طلع قدام. اشرف طلع قدام. يلا اولاد يلا اولاد يلا اولاد. احنا بنلعب خطر يا جماعه. احنا فتحنا ملعب اه بنلعب خطر يا راجل. عاش قوي والله. اوبا. لا لا ده ايوبي مش الدرجات دي. يلا اولاد يلا اولاد. فيها فيها جامد. هالاند. ادي هالاند يا عم. ادي الملايين يا عم اللي بيضحكوا علينا بيها يعني. دلوقتي ما بيضحكوا علينا بيها. ايوه ايوه. تالت بقى تالت عشان نخلص الكلام. التالت عشان نخلص الكلام. خلصوا الكلام بقى يا اولاد اللعيبه. لا 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 في منطقه الجزاء ضعيف. خلص يا ابني. مانشستر سيتي يبحث عن طريق العوده. الحارس وقف الكره. عايزين نتعادل على الاقل. مفيش خساره. الله يا ساكونيا. الله يا ساكونيا. ايوه 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 يا عم انشيلوتي. ما تروح تدرب معاه. طب خلي عندك دم. بتاكل عيش معانا ليه؟ لا فريق ممتع قوي الصراحه. اه بيلعبوا كوره. ازيك؟ بيلعبوا كوره. هو مدرب محترم. مدرب محترم.
بيطلع من صح يا لسك يا لك بيطلع من الفسيخ شربات مش جايب بوري مشوي هوبا هوب اه لسه فيها هي لسه فيها فعلا لسه فيها التالي لسه فيها فعلا ايوه ايوه الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي صل على النبي ايوه ايفرتون 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 ادب ادب ايفرتون ادب ايوه يا فاسد يا راجل يا فاسد اي ثلاثه العب العب يا رب يتوقف ادي اول حلم راح الانفينسيبل راح ما تزيدش بطوله ايه كده كده صعب اوي حد يعملها غير ارسنال معروفه دي من زمان قوي يعني ايوه ايوه مهم الدوري يلا اه والديربي اللي كسبناه ايوه دينا هنشوف جدول الترتيب على الطلاق لرفدك ماشي شوف بقى لما ترفدني هتعمل ايه من غيري حاطين هالاند في جيبهم اه ده انت هزلت دماغك كده اهو ده اللي انت فالح فيه ماتش غير متوقع عشان الحسد لازم يحصل كده لازم انت ايش فاهمك انت انا اللي ايش فاهمني اه والله ايش فاهمك انت ايش فاهمك ايوه 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 يا رجاله بقى الرابع بالله عليكم الرابع بالله عليكم والجون جه من ناحيه ساكه هاي 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 المدرب مساعد مساعد ايوه مساعد صح ايوه مش المدرب لازم يبقى يضيف روح المرح انا بضيف عليك روح المرح بس بشكل واقعي ليه لان انت خسرت انت مش عارف دي مش بايده دي لا ماشي انت مش عارف تشوط كره على الجون مش عارف تخلي لعيبتك تشوط كره على الجون واقف بره عمال تهزلي في دماغك بس اخره الهز ده ايه جاوبني حلو احنا مش عارفين نروح نص الملعب الثاني ادي ناحيه ساكه حبيبي مخرمه اهي مخرمه ابص مين قال مين قال مين قال ايه مين اتكبر كمان شفتش واحد فاسد ومكبر زيك كده الله العظيم ثلاثة انت المفروض يمنعوك من مرتبك الاسبوع ده الجولة دي المفروض تخدش فيها جنيه استرليني حتى جنيه كده بواقي حبيبي هش 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 بقى و... واجه الصحافة حبيبي مش في لقاء بعد الماتش مش جاي لا تعالى بقى لا انا مش رايح هتروح مش هقدر اقابلك في عقوبات دي ده في عقوبات خفة واستظراف هديك على وشك خفة واستظراف ايه انت خسران ثلاثة بس انا مش جاي لوحدي مع مارك فاكره عارف انت الواد الانجليزي اللي اسئلته رخمه دي قبل وقع بقى اتفضل يا حاج مارك اتفضل هاي مارك فروم سكور سبورتس هاي يا سيدي فانز اول اوفر ذا وورلد ار سينج يو ار ذا ورست مانجر ان هيستوري بيقول لك الفانز حوالين العالم قايلين ان انت اسوا مدرب في المجره the obviously the best team in football in recent history and you're losing 3-0 بيقول لك ان انت تملك احسن فريق في التاريخ دلوقتي وعدم المؤاخذة يعني خدت 3 ببلاشت يعني لسه مخلصش اصبر اتفضل what do you want to say to your fans that were expecting an easy win بيقول لك ماذا تقول للمتابعين والعشاق والمحبين عايز اقول اللي هم اترقعوا 3 بسببك يعني عشان طابيض اصلا يعني. عايز اقول ان كل فريق كبير وليه كبوه الكبوة لازم تحصل بدري عشان you are the worst manager in history وانت worst press لا 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 عيب 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 موريسيو موريسيو عيب موريسيو لا 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 صلى على النبي يا حاج مارك في ايه لا ايه لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ما بنعملش كده يا حاج مارك في ايه ما تصلى على النبي يا عم موريسيو موريسيو ما يصحش يا شباب ايه ايه ده ايه اللي فاك يو ايه ده ورست مين يا لا ايه ده بس صلي على النبي مورس ايه يا مارك في ايه جرى يلا كنت بضرب الساعه اللي فاتت يلا كنت انت بتكتب على النت يلا استنى بس كالم داون لا كالم داون حاجه دي بتجيب 3 لايك يا عم مارك وبتعمل لي تويتر وبتاع بيقول لك سكاي سبورت ما تحترم نفسك يا على نفسه بالراحه بس بالراحه يا شباب المؤتمر سخن ليه كده في ايه ده ده لا دي عين دي وصب ايه ده بس انا عايز اقول حاجه انا عشان افصل الموضوع ده ماتش وعدى ايوه في الاخر احنا بنتكلم جمهور حق الجمهور ولكن احنا بنقول ده ماتش الفرق الكبيره اللي كلها اللي عدت على مدار البريمير ليج خسرت بنتائج زي كده ايوه فانا بقول ده ماتش هيعدي وننتظر النتائج انا اول دوري معلش بس خلي بس انا اول دوري مارك عنده حاجه اخيره مارك انا مش هتكلم مع مارك اخر سؤال بس أنا اخر حاجه ذا ورست مانجر فاك اوف مارك لا
شوكولاتة. بدون اي هزار انا مش عايز اسمع صوتك بجد. لا بجد ما بقى خسوس توريس حكيمي. في قلبان وهلعب بخطة جديدة وهغير لعيبة وهنزل بالبودلة اللي بيكسبوا سيلفا لورينتي انخيلينو كانسيلو. تاكل طيب قبل ما نلعب. رومانيولي دياس رودري ادرسون جايبين وجبات هنا. بلاش رودري اطلع بره رودري يلا اطلع بره يا رودري انزل يا كيسي يلا مش عايز اهزر. الماتش ده هطلع بيه بثلاث نقط وبعد كده نشوف بلوت مانشستر اللي في الدوري ونرجع تاني بقى على الليله السوداء والصحافه. انا النهارده مش رايح بقى مؤتمر صحفي بسببكم بالبلوه اللي حصلت الاسبوع اللي فات ولكن معلش هعتبره نزوه وعدت زي ما بيقولوا في الافلام. اتفضلوا صالحوا جمهوركم اللي عايز يتفرج على كورتكم قدام هيرتا برلين. مالك يا صاحبي في حاجه؟ بس تبقى مصيبه لو خسرنا من هيرتا برلين. لا لا ما تقولش كده تبقى مصيبه. بص اللي حصل حصل يعني. احنا في ايام سودا. ما تقولش كده انا معاك. احنا في ايام سودا. انا معاك ما تقلقش. في ايه؟ في ايه؟ وبعدين اللي حصل مع الولد اللي اسمه مارك ده احنا مش هنسكت عليه. الشيخ منصور كلمك ولا حاجه؟ لسه. الحمد لله راجل محترم والله. لا بيحاسب في اخر الشيزون. مش من ماتش اظن يعني. صح؟ شوف الجمهور على مبسوط برضه، الجمهور بيحيي فريقنا والله. انا بفكر ابيع هالاند ومبابي. وحاسي. انا بحس ان العيال دي بتلعب احسن من الاساسيين. ما بتحسش كده عمر خالي؟ فكره فيهم تناغم كده وتحس انهم يعني ما فيهمش غرور. فيهم هارموني. والله العظيم مش عارف ليه. ده انت قاعد بتفضفض بقى. لا قول لاخوك طلع لجواك. لا انا مجروح بصراحه. طلع لجواك. جدع عيال شوف العيال بتلعب كوره يا عمر. حكم ده. شوف الواد ضربه في وشه ازاي؟ شوف ده اداله بالبواني. صح انخي. لا ما هو كيسي معروف. كيسي ما بيلمسش كوره في نص الملعب الثاني. نص ملعب بتاعنا بس. بس كيسي ده صلاحيته بتنتهي بعد الخط ده. الواد نزارو ده كان في الانتر ايام ما كنت في الميلان فاكره. هو ايه في ايه؟ امري تشان. هو ايه ده الفريق ده؟ احنا بنلعب مين يا باشا؟ في ايه والله؟ مكويلي بتاع لايبزيج. ايوه احنا بنلعب مين؟ ده شكل فريق تقيل يا اسطى. مين دول؟ هيرتا برلين يا عم. الان لونين. والله ما حد كلمه. طب والبنيه اللي هناك حكا بناية اللي هناك. يوسف المصيري. ايه ده؟ صح يلا. صح 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 صح. حلوة. احسن انخي. الواد انخي حلو. ده جميل. مش احسن من ال يلا. هو لحد دلوقتي احسن. طب حق ربنا يعني. طب ما تعترف بقى. ونشوف الموريسيو. شوف الموريسيو بقى ما يحبيش بقى لابنه والجو ده بقى. رد على الانتقادات اللي كانت شغاله. هيلعب برضه. مفيش فايده يعني. الله الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امري تشان لعيبه كابتن الفريق. امال ايه عملوا في مستثمر في هيرتا برلين ده معاه كام؟ قلبه مين؟ هو في ايه يا ابو ديفيد قلبة يا عم؟ مين الفريق ده؟ ايه ده؟ لا ده فريق والله العظيم معاه انفستمنت. مش عايزين مدرب دول؟ شوفهم كده. وده دليل على الانتماء طبعا لانك فعلا مدرب كبير قوي قوي. الله يخليك. ولا تغريه تماما يا جماعه اي حاجه طبعا. ولا اي حاجه. ويمكن شفنا في المؤتمر يعني. ومنها اطلع بعديها على البايرن ابيع لك الواد ساكونيا. لا مش عايزه. انا مش عايزه. بس انا عندي انخيلينو. هاخد انا انخيلينو واسيب لك ساكونيا. احنا ليه ما بنروحش نص الملعب التاني؟ في ضغطه. مش انت الموريسيو اللي انا عارفه. الفلوس غيرتني. فيك حاجه. احنا كنا نعمل ميلان احسن من كده. في ايه؟ فين الموريسيو اللي كان ينزل الملعب الميلان تتهز الشنبات تتهز المدرجات؟ شوف الفلوس لما لعبت في ايدك حلوه. قلبه قلبه لو ما صرف زباتا. في ايه يا عم؟ هو الفريق ده هياخد اول مجموعه ولا ايه؟ دي تبقى مصيبه. مكويلي وفريق نار. الله الله. ادي انخي يا عم. ادي انخي يا عم. الاثنين زباله. طب ما نبيعهم ونجيب تيو. نجيب في يناير.
نجيب في يناير. مش ممكن يعني عامل احنا نقعد الشوط الثاني ونعيد ترتيب الاوراق بكام قلبه ده؟ مش هينفع كده كده مش هينفع. انا نزلت مبابو ده عشان يحلها يعني. عايز اجربه في مركز الوينج ليفت ده. وتفتكر هيقدر يحلها؟ مش نافع هو وهالاند مهاجمين مش عارفين يلعبوا مع بعض. ده اختبار اهو. لعيب يلا. ده لسه اول لمسه. اصبر بس خصوص بقى. بس حلوه على الهادي بس كده سهله. في ايه مقلقنا معاك ليه والان ومقلقنا في ايه؟ انا مش قلقان. انا متضايق. مين اللي لعبها له ده؟ مين الواد اللي لعب له الشرب؟ حلو قوي. استنى ابص على الايباد. ده الواد اشرف. حلو اشرف. يلا 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 يلا. قلت له انا قلبه على الارض كويس. العب له بالفوق. رؤيه بقى درب. يلا يلا يلا. ما يرفعش يا جماعه ازاي بس. الله عليك يا سيدي. قلبك دب في ايدي. كيسو والله كيسو. يا اخي افهموا بعض. قرب له يا خسوس. كل واحد بيلعب باسلوبه وينعل ابو الفريق بقى. ودي طلع هاند بول دي. خلي بالك بس حكم ما شافهاش. عادي عادي على ارضنا. في ايه بقى؟ ما تقولوش. حلوه حلوه حلوه. لا حول ولا قوه الا بالله. العيال دي لما تندمج مع بعض هتكسر الدنيا. بس هم يندمجوا والله العظيم. احنا لازم ندمجهم. نعمل الام اتش جروب. ايه الام اتش ده؟ الدمج. ايوه فهمت انت يا سامي. خلص على الهادي على الهادي. ايه ده؟ ايه ده؟ مبخت. الحمد لله مبخت. ده كان هيخرج بره. يا موت. يا سلام. يا سلام. بس الجون شالها برضه. حلو الجون بس هي راحة سريعة. خد يلا رودري يلا تعال انزل يلا. يلعب في نص الملعب. يلا خير. يلا خير. انت ليه نزلته؟ عشان برضه ده جاي من الكيمستري وكده عشان يقرب اللعيبة من بعض. خلي بالك. انك تقتل واحد منهم. ده اللي هيقربهم؟ اه. الترزي ده هو اللي هيقربهم؟ يا عم كويس ما انا مش منزله سي دي ام في كيسي مغطي عليه. هو لمساته حلوة كان نص ملعب عادي. الحياه يا راجل يا راجل. خلص احسن شباب. احسن فوق. انا احسن بكتير. شفت رودري لما تتسقطه قدام شويه يفوق. ودي كورنر الحكم. كورنر كورنر الحكم. كورنر تاني. ركنيه في المنتصف. اعتراض وتشتيت الكره. يا سلام. لوحده ده لوحده ده معهوش حد. ايوه كده. انت سامع كابتن فارس بيقول ايه؟ مال بيقول لك انت عندك ماتش مانشستر يونايتد. اوب طب ليه يا جماعه؟ ليه؟ طيب لازمته ايه؟ الله بقى ايه نصمد. خلي بالك بقى. الله يوسف المصير. ماشي ضيع وقت. خلي اللعيبه تضيع وقت. بس عيب بقى. عيب بقى. عيب بقى. ماشي عيب اللي انت بتقوله ده يا اخي. ماشي ضاع وقت. انا اجيب جون. يلا روح يا راجل بقى. كله بقى كله بقى. ريحنا بقى. الله عليك يا سيدي. قلبك دب في ايدي. الحمد لله. هقدر ولطف. هقدر ولطف قوي. ست نقط. ايه بس 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 قوي. انا اسف. ام سوري. You will never walk alone. With Mauricio. الله العظيم انت في المخلل. عايز ايه يا دي بروين؟ عايز انت جاي لي انت حقه. انت جايبه ها؟ انت جايبه وجاي ليه؟ ايوه علشان نحل هذا الخلاف. لازم نفتح صفحة جديدة مع الدب يدب. بص يا دي بروين انا ما عنديش مشاكل معاك والله. انا بحبك يعني on the human side. البني ادم اللي في الدب انا بحبك. ولكن انا لعبي سريع. مدرستي يعني زي جوارديولا كده جه ماشي يا توري. انا مش مقتنع بيك في المكان ده ولكن انا بديك فرصة.
لان انت لاعب كبير جدا. ياخد فرصه وياخد الثانيه وياخد الثالثه وما زلت كابتن يا دي بروين وانا بحترمك جدا وليك مكانك في الفريق، ولكن حاول النقل يبقى اسرع. لو مش كده شوط من بعيد جريلي امبابي قول له يا عم عمر خالد مش انت تحب عمر خالد؟ ايوه ايوه قول له بقى. حاضر قول له بقى خلصان ماشي. صباحك فل يا عم دي بروين، صبح تاتا وخش يلا هات شارت الكابتن عشان عندنا ماتش مانشستر وديربي وكده. تشكيله يا جماعه هيحصل فيها جديد لان اللي حصل لا يتشاف ولا يتحكي. هنلعب بمهاجم واحد خالاند، هيلعب على الشمال ساكا، هيطلع يلعب وينج ليفت لان الباك ليفت لسه هو ما تأقلمش قوي معانا، ولكن هياخد فرصه. موريسيو امبابي هيلعب وينج رايت. موريسيو نعم ابتدينا نعكها ما تخافش. اوكي نديله فرصه، هو الولد في المساحات بيبقى كويس. فاكر ايام ميلان شو اللي جوان ولا الدوري الايطالي غير الدوري الانجليزي. امبابي مين؟ دي بروين في نص الملعب اخويا هيلعب اهو، يبقى ساكا جنبه عادي. لا عادي مفيش حاجه. لورينتي هيبقى العنصر المفاجئ في الخطه النهارده، هيطلع فودن هينزل لورينتي هيعمل الميكس ما بين زكريا ودي بروين. لا ده انت مدرب بقى، انت مغربل الدنيا. لا لا في لخبطه عشان مش هسكت على اللي حصل لي ده. عمر خالد اتفضل. كانسيلو هيلعب باك ليفت مش انخيلينو ولا ساكا. حكيمي باك رايت، لابورتي ورومانيولي في قلب الدفاع. ادرسون طبعا بدون خلاف مش هلعب ستيفان، يعني مش راجل عبيط. ربنا معاكو ديربي تاني، هبقى فوزنا بديربيين ننسى ماتش ايفرتون اللي ما يهمناش في حاجه، 3 نقط وراحت. لكن النهارده اللي يفرق مانشستر 10، نستغل ده اسوأ مواسمهم اسوأ في احوالهم. النهارده نكسب دوري وندلدل تاني على ليفربول اللي شمت نفسها عشان لعبت ماتش زياده وبيقول لك احنا توب اوف ذا ليج وبتاع. طب استاذنك بس نحمسهم. ايوه نحمسهم بقى. يعني على الطبله والسقفه. اه على الطبله والسقفه. نركبينو دالديلينو، نركبينو وندالديلينو، نركبينو بذمتك دي فرقه تكسب كده؟ دي فرقه تكسب؟ بنحمسهم يا راجل. ويلكم يا ماركو، بعد اذنك ما تتكلمش معايا النهارده. ده مش مارك. لا مين ده؟ ده ستيفن. هاي ستيفن هاو ار يو. مارك ما جاش النهارده. طبعا انا لو شفته كنت هديله وش. وقال مؤتمر الصحفي يا اساتذه موريسيو، بقالك مؤتمرين انا ما بسالكش. ما افتقدتنيش؟ افتقدتك. طيب. وافتقدت الايام الحلوه اللي هترجع تاني لمانشستر. ايه القلام؟ القلام ان احنا ريدي فور مانشستر يونايتد، اكيد ان احنا جاهزين ان احنا نركب الدوري ونختم الشهر ده على خير ان شاء الله. اللي حصل قدام ايفرتون اتنسى، قدمنا اداء كويس بالبودله قدام هيرتا برلين، والنهارده في حاجه جديده خالص. شفنا السكواد شيت. شفت الحركات؟ جالنا. شفت الحركات؟ شايفين في غربله؟ لا ما في التشكيله. ما انا مش باخد فلوس يا عبد الحميد عشان لما اخسر اقعد زي ما انا كده اقول عم تاني. لا ده المدرب العبيط. ده المدرب التافه. ولكن انا بعمل فورميشن تشينج على طول. حلو. عشان اللعيبه تحس ان في وي هاف بروفيشنال ستاندرد. لا ومدرب يملك العديد من الخبرات. طيب في اي حاجه ثانيه عايز تتكلم فيها؟ كلك ذوق. الله يبارك حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم، اسعد بصحبتكم الدائمه ونقل هذا اللقاء وهذا الوصف التفصيلي بين فريقين كبار جدا جدا. وقول زي ما انت عايز تقول. قول بنت الجيران شغلالة نعنية وانا في المكان في خلق حواليا. يا سلام. ولكن نترك هذه الخلافات جانبا وادي الدعاوى الكتير. وقول زي ما انت عايز تقول. قول يا موريسيو، ادعي وطلع وقول كل اللي بتتمناه. وادي هم دول الوحوش. وادي ادرسون، لابورت، رومانيولي، كانسيلو، اشرف حكيمي، كيسيه ولا زكريا ده يا ترى. وقدامه ماركوس لورينتي والدب يدب مطرح ما يحب. وثلاثي خط على الهجوم كيليان امبابي وايرلينج هالاند، والناحية التانية الولد الاسمراني الشقي يا سلام باكايو ساكا. وعلى أنغام يو نيفر ووك ألون، يعني لن تسير وحيدا أبدا يا موريسيو. طبعا التقاط بعض الصور التذكارية. احنا كسبناهم هناك، نكسب هنا بقى. شايفين الموريسيو بيقول بعض الكلام وبعض التخطيف. يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل في مباراة النهاردة؟ لعبة بقى، نشوف لعبة بقى. صافرة أحداث الشوط الأول بتطلق من الحكم تحسين أبو المحاسن في الدوري الانجليزي الكبير جدا جدا. ادي لابورت يلعب للرومانيولي،
اللي بيفتح ناحية الشمال عند جواو كانسيلو، حلوة الدب يدب، ولكن كرة كده غير متقنة بالمرة. صح زيكو، ضغطين 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 ضغطين، صح دب صح، يا سلام يا سلام، وادي كرة حلوة حلوة، انطلاق 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 انطلاقة، اوه حلوة بابو، ولكن ديفيد دخية بيصد ويتصدى لأولى الهجمات. يا ترى هنشوف الكرة راحة لفين وجاية منين؟ وادي وادي ديلي علي بيفتح واحدة ناحية الشمال، جميل جميلة، راشفورد تاني، جول 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 جول، عملها عملها ماركوس راشفورد الولد الشقي، وتستمر الكبوات وتستمر الهفوات. وادي الموريسيو بيعاني، الموادي بيشوح، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام، ونشوف تاني الاعاده. تلاقي يا سي تلاقي راشفورد دخل في العارضه، يا ريت مخرجنا الكبير قوي 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 يجيب لنا الهدف. لا ده 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 1-0 ذا ماستر اوف سسبنس، يعني سيد التشويق. ادي كره صح، روح ماركوس لورينتي، ومع الكره كيليان امبابي، وحاسب من الكيليان، ولكن ضغط 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 غير منضبطه بالمره. ضربه ركنيه يلعب الساكه، كره طويله ولكن غير منضبطه تماما. يلا 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 يلا، ساعات بشتاق ليوم ما عشته وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ولكن فاول فاول جميل جدا جدا، هتشوف ايه اللي هيحصل. الموريسيو متشالط واحد، وادي ايرلينج هالاند الغايب الحاضر، وادي كي 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 كيفن، يا دم يا دم يا دم كيفن 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 دي بروين، قلت لك هو هو الولد الشقي، هنفهم بعض هنفهم بعض، هو الولد الاشقراني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حطها له ايه حطها له ايه سم، حلوه 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 كيفن دي بروين، يلا 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 يلا، احنا احسن بكتير في اداء. ادي نتيجة 1-1، مباراة ما زالت على صفيح ساخن، على قدر اهل العزم تأتي العزائم. اشرف ورا ضايع ضايع، اشرف ورا فاول من منطقة خطر على تنفيذها الولد الشاي الاسمراني، ويسمر اللون يا لالي، طلع يا ابني طلع يا ابني، حاسب، ولكن يا سلام دفاع اسباني انجليزي محترم. ادي كرة غير منضبطة تماما، ولكن كانسيلو لساكا اللي بينطلق من ناحية الشمال، هيعمل ايه يا ترى؟ حلوة الكرة حلوة الكرة حلوة الفكرة، ولكن احسن احسن يا ايدر، هاتوا هاتوا هاتوا، انطلاقة جريزمان، يخرب بيتك يخرب بيتك حقيقي، هيعمل ايه يا ترى؟ ولكن يا سلام صح، يلا ادي كرة وانطلاقة جميلة جدا جدا، ونشوف الكرة من ناحية اليمين في سايد يا حاكم، يلا يلا تاني يلا تاني تاني، اسرع شوي، ضربة حرة مباشرة من ناحية شمال تحت زكريا، ودي ماركوس لورينتي وساكا ساكا، ولكن اوف سايد، مؤامرات على الواد، تسلل على بقايو، ولد الشاي اللي جابه الموريسيو من الاي سي ميلان بصفقة غفل فيها كل العاشقين والحالمين لمانشستر سيتي، يلعب كرة من ناحية الشمال، جابها المهرطقة تماما للاعب أشرف حكيمي، وآخ منك يا حكيمي. كيفن بيلعب الكرة ناحية الشمال، ماركوس لورينتي
جواو كانسيلو الضرب ايه حكم ولكن الحكم بيقول العب وقوم صح سكت وانهض والعب مثل الرجال ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه لا لا كرات ضايعه وهجوم عقيم واهداف غير محققه وحيندم عليها الموريسيو البلابيسيو وفيها ايه فاول يا حكم فاول يا حكم التيل لا ومع صافرة حكم اللقاء احنا احسن بكتير يلا يلا ابو المحاسن الجمهور مبسوط شايفين الجمهور نهاية الشوط الاولاني بالتعادل الايجابي 1-1 صراحة قصيرة ثم نعود لاحداث الشوط الثاني ونترككم مع الكاميرات فالى هنا احنا زي الفل يا شباب الخطة الجديدة نافعة مرهقة شوية فيها كونستنت بريشر في ضغط علينا ولكن شوط تاني نهدى انخيلينو هينزل بدل اشرف اللي كانت الدنيا فاتحة عنده ينزل كانسيلو يقفل هناك وكيسي هينزل بدل زكريا يعمل كومبينيشن شفتوا لوريندي ظبط ازاي نص الملعب حقيقي هو ده المطلوب يا جماعة تك تك على طول وافتحوا عند ساكا ومبابي مش فاتحين لهم ليه احنا احسن وشايف في رؤية يلا اولاد يلا بسم الله الرحمن الرحيم والعودة مرة اخرى بتدور علي ترى طبعا كل التحية وكل التقدير لمعلقنا الكبير في الشوط الاولاني تعب بس كده حصل له اغماء ما قدرش يكمل الشوط الثاني وندخل احداث هذا اللقاء ونحن محملين تماما بان موريسيو بيسعى هو وكل فريقه وجهازه المعاون صح انه يفوز بهذا اللقاء 1-1 كانت نهاية الشوط الاولاني ولد حلوة الهجمة حلوة اهو 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 ابيض حلوة 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 يا جميل حلوة يا جميل ولكن ضاعت يا امور ضاعت يا امور خلص يا دي بروين طبعا شايفين المذيع الداخلي بيقول ان في ملعب الامارات ملعب الكبير قوي جدا المحترم بس ماله الولد ده تعبان سينجالوف سينجالوف ده ولا سينجالوف شكله تعبان جدا ولكن نتيجة حتى الان غير مرضية للموريسيو لان الموريسيو يا جماعة للي شاف جدول الترتيب قبل احداث هذا اللقاء كان بيتصدر المركز الثاني وتقول لي يعني ايه يتصدر المركز الثاني اقول لك ما اعرفش طلعت مني كده ولكن ما تدققش معايا ولكن مانشستر يونايتد في المركز العاشر يعني ضايع خالص حلوه الكره اهو حلوه الكره اهو حلوه الكره يا ابن اللعيبه والله انا قلت انت الفرق حلوة انت الفرق حلوه 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 للصوب الواد ده هيلعب اساسي جميله 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 تشامبيونز ليج هاتريك بينزل في الدوري يحط جول قدام مانشستر الواد ده لازم يلعب والواد ده حلو سابق سنه ما اقدرش انا بص خده في ظهره ازاي بص يا ابن اللعيب خده في ظهره وقال له انسى يا بيساكا الكلام ده هناك يا بيساكا ويا ريت مخرجنا الجميل حطها مخرجنا الجميل قوي 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 حسين عبد العظيم يحط لنا جزء من اغنيه الواد ده حلو سابق سنه الواد ده حلو طيب نتيجة دلوقتي نادى ما اتس مانشستر اتس فاكينج بلو نتيجة دلوقتي تغيرت تماما مدرب الفريق هدفين مقابل هدف لصالح مانشستر سيتي المباراة الجاية للفريق والبعض دلوقتي بيتساءل انه يا ترى يا هل ترى هل كده الموريسيو يعود الى الصدارة ولكن ايه بيلن يا حاكم بيلن يا حاكم ايه ده يا حاكم ده طيب نشوف تغيير بخروج التا خروج التا ونزول مين ده ديميرال لاعب ديميرال طيب كده اولي جونر سولشاير بيعمل تغيير غريب جدا 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 بخروج التا ونزول ديميرال يعني تغيير مدافع بمدافع بس يلا يلا يلا
دول متوترين تماما. وايه ده ده تغيير الديلي علي ونزول ايه الحمد لله فضل ربنا طلع غبي ملناش دعوه. واضح ان تعالى 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 دياز يعني واضح ان عشان هتبقى الكلام هتلاقوه مقطوع كده. يلا دياز يلا دياز موريسيو بيسير على خطى الاولي بخروج هتعمل لي تغيير مدافع اعمل لك تغيير مدافع ونزول روبن دياش. وادي كوره حلوه ولكن ايه كنت روح انت ايه كنت روح انت. فان دي بيك بيرجع الكوره عند الديميرال اللي بيلعب الكوره عند صح دي بروين او صح لوريندي اللي فاجئ الجميع ونزل دلوقتي. ادي فان دي بيك فان دي انطوان جريزمان وياخده على السبت اي حلوه واحده والثانيه اي اوعى اوعى التعادل صح يا اولاد نستحمل نستحمل نستحمل. برونو 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 اوفسايد يا حاكم. ايه حكم اوفسايد ايه حكم ايوه طبعا فعلا اوفسايد فعلا يا راجل اقعد على استنكو صح 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 ده طبعا يا ايه مش دافعين ولا ايه ايوه بقى ايه دافعين ايه لا قصدي يعني كويسين دافعين ايه ما توديناش في داهيه. طيب تسلل وفاضل 3 دقايق على احداث هذا اللقاء وثلاث نقاط غالية في الطريق يا راجل من اجل اقتناص صدارة الدوري. ولكن هنشوف ليفربول الناحية التانية عملوا يا ترى. ولكن لسه امل التعادل موجود 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 يا رب يا رب اوعى اوبو ودي وعدي ولسه اوبو ولسه الهجمة هو ده طلع بقى الكرة بقى طلع الكرة اخر هجمة ولكن الحكم بيقول تيت اتنين ديربي يعني انت مانشستر از بلو. طيب اديني فرصة انهي شكورك يا جميل. طبعا نهاية احداث هذا اللقاء بفوز مستحق تماما والحصول على 3 نقاط الغالية جدا في سباق الدوري الانجليزي. يا عم بطل بقى الاشارات دي بقى بطل الاشارات دي. 3 نقاط غالية تماما تذهب بالموريسيو بعيدا في سباق الدوري الانجليزي. ولكن اترككم مع الكلمات النهائية للموريسيو سري. فإلى هنا حصلت نكش قلت الموريسيو راح خالص. الحمد لله لحقنا الليلة ولحقنا الشهر ولحقنا الحلقة وبدل الفوز 2 في ديربي مانشستر اللي تحولت رسميا انها تكون زرقاء اليوم. اعمل لايك لو الحلقة دي عجبتكم يا لعيبة. اشترك معنا في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية وحلم الموريسيو هينتهي فين وهيروح الى فين مع فريق الاحتام وفريق الجالاكتيكوس. اشترك معنا في القناة لو كنت لسه مش لعيب. تابعونا على كل مواصل التواصل الاجتماعي وكفاية لعب قوي لحد كده.